حضرات السادة المشاهدين أهلا بكم، إن شاء الله دائما تامين ولامين وسالمين. محبيكم الحضور الكريم، نورتونا شباب. إبراهيم صوت المدينة، كيف الأخبار؟ إبراهيم الأيام دي عامل لك قناع ولا؟ ما شاء الله والله. طيب بما إنه إبراهيم متنكر، الناس بتقوم بتتكلم طوالي عن التغيير. ما بنتكلم عن التغيير التغيير السياسي، لكن بنتكلم عن التغيير بتاع المجتمع. بنقول يا أخي بنشتكي، بنتكلم عن الأسعار، بنتكلم عن ارتفاع الأسعار، بنتكلم عن حقوقنا، لكن السؤال هل إحنا عارفين حقوقنا؟ هل إحنا عارفين دايرين شنو؟ هل إحنا عارفين مفروض نقوم نعمل شنو؟ في أوقات كثيرة الناس بتشتكي من الفوضى بتاعت السوق، بيقولوا الأسعار التجار بيخطوا أسعار زي ما عايزين. السؤال هل أنت بتطلب من التاجر إنه يقوم يخط تسعيرة محددة أنت تقوم تتكلم معاه فيها لو قمت لقيتها مختلفة، داري يبيع لك حاجة مختلفة؟ هل انت بتقوم بتراجع السلع اذا صلاحيتها منتهيه ولا ما منتهيه؟ هل انت عارف حقك؟ هل انت عارف انه يا اخي والله لو اتعرضت للموقف الفلاني مفروض انك تقوم تعمل كده؟ هل احنا عندنا الثقافه زي دي؟ هل عارفين مفروض نقوم نعمل شنو في الموقف الفلاني؟ لو حصل لنا موقف مع رجل القانون، هل عارفين 200 مفروض نديه البطاقه، 200 ما مفروض نديه البطاقه؟ هل احنا من حقنا انه احنا نقوم نطلب من رجل قانون انه يثبت لنا شخصيته عشان نتاكد انه هو رجل قانون؟ هل من حقنا انه احنا نعرف البينا والعلينا قبل ما نطالب بالتغيير وقبل ما نطالب بانه المجتمع يتغير؟ لازم اول حاجه نعرف حقوقنا، نعرف واجباتنا، نعرف التزاماتنا. لو ما عرفنا حقوقنا ما نتوقع انه حقنا يجينا لحد عندنا، وما نتوقع انه في يوم من الايام زول يورينا حقنا. لازم يكون في ثقافة عامة في المجتمع، ثقافة بتاعت إنه أنا عارف حقي شنو وبطالب به، وعارف إنه أنا أقوم أطالب به 200 وين. ربنا يصلح الأحوال. حضرات السادة المشاهدين، فاصل ونرجع لكم. حضرات السادة المشاهدين أهلا بكم من جديد. بما أنه بنتكلم عن الحقوق والواجبات والالتزامات، إحنا عندنا ضيف مميز جدا. هو ضيف، هو ناشط، هو محامي وقانوني وناشط في مجال الحقوق، حقوق الإنسان تحديدا. حاز على كثير من الجوائز، ويمكن الحاجة اللي ما عارفينها الناس أنه في هذا المجال بتفصلوا عن المناضل الكبير نيلسون مانديلا جائزة واحدة فقط. رحبوا معي بالأستاذ المحامي صالح محمود. صالح مساء الخير، نورتنا وشرفتنا واسعدتنا بوجودك. مساء الخير استاذ خالد الوزير، ومساء الخير السيدات والساده المشاهدين.
احنا طبعا قلنا انك انت من الناس الناشطين جدا في مجال حقوق الانسان، انت قانوني، وقلنا معلومه انك انت عدد الجوائز اللي اخذتها ما شاء الله في هذا المجال يفصلك عن الزعيم الكبير نيلسون مانديلا جائزه واحده. بدايه تكلمنا عن الجوائز اللي انت اخذتها قبل ما نعرف باقي التفاصيل. أول حاجة أنا شاكر ومقدر للفرصة، وأحيي القناة وبرنامجكم. في البداية أنا طبعا أخذت جوائز عديدة في مجال حقوق الإنسان، لها في الدفاع عن حقوق الإنسان وفي تطوير مفاهيم حقوق الإنسان في العالم، وبالتالي حصلت على جوائز وتكريم من جهات عديدة. كرمتني منظمة العفو الدولية أمنيستي إنترناشونال في لندن في 2004. نعم. وتحصلت على جائزة هيومن رايتس ووتش كأفضل مدافع حقوق الإنسان في العالم في 2005. حصلت على جائزة نقابة المحامين الأمريكيين كأفضل مدافع حقوق الإنسان في العالم في 2006. تم اختياري ضمن 50 شخصية في العالم الأكثر تأثير على قرارات الحكومات والرأي العام. تم أيضا منحي حصولي على جائزة البرلمان الأوروبي المعروف بجائزة سخاروف لحرية الفكر بإجماع 27 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 2007. لكن أخذت أيضا جائزة الضمير الشجاع من البرلمان الكندي في 2010. ما شاء الله عليك. يعني في المقدمة قبل ما نقدمك كنا بنتكلم عن موضوع، هل إحنا كشعب عندنا الثقافة بتاعت معرفة حقوقنا؟ عارفين حقنا وين في كل ما يختص بحياتنا كمجتمع؟ طبعا السؤال صعب الإجابة عليه، لكن خلينا نشوف إنه كل المجتمعات الإنسانية عندها مؤسسات عدلية وعندها الحس العدلي. نعم. يعني الأساس الحس العدلي، لكن طبعا بيتم تقنين هذه العلاقات بين الـ بين الـ بين الـ 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 يعني الأفراد في المجتمع المعين، في قوانين معينة. نعم. بتحكم علاقات الناس. نعم. في قوانين تانية بتحكم علاقة الأفراد مع المؤسسات بتاع الدولة اللي هو الحكومة والمواطن. نعم. في علاقات تانية برضو بتحكم يعني علاقات الدول ببعضها، ده القانون الدولي. نعم. في النهاية أفق عام للقانون، في النهاية إنه هو القانون معمول لحماية حقوق البني آدم الفرد بغض النظر عن الدين والجنس والدولة والجهة الجغرافية اللي بينتمي إليها. نعم. وده يعني بتطور القانون اتضح إنه هو الآن القانون الدولي الإنساني اللي المحور بتاعه مش الدول ولا الشركات العابرة للقارات، هو البني آدم الفرد نفسه. بالتالي لكن في مشكلة حقيقية في إنه في القانون في افتراضات، إنه يقول لك الجهل بالقانون ما بيعفيك من المسؤولية. عشان كده الثقافة العامة بتاع القانون بقت هي واحدة من الأهم الضرورات الاجتماعية اللي بيخلي الفرد يكون واعي بحقوقه وفي نفس الوقت يكون واعي بحقوق الآخرين. أي. عشان كده ما يتعدى. أي. على لكن في ناس بيشوفوا إنه مسألة حقوق الإنسان دي شعارات ساي، يعني ما بتطبق، بالذات إنه الدول الكبيرة اللي بتنادي وبتورينا هي مدافعة عن حقوق الإنسان، هي بجانب آخر تنتهك حقوق الإنسان في بعض الدول الأخرى. طبعا دي حقيقة، إنه مع وجود القوانين ستظل هناك يعني دائما افتراض إنه يتم تجاوز للقانون. نعم. ومش تجاوز بتاع الأفراد، الدول هي ترتكب أيضا. نعم. يعني تجاوزات في حق المواطنين. نعم. الكلام اللي بيتقال إنه يعني حقوق الإنسان معني بها بس دول معينة، مثلا انا عشان سؤالك يكون مهم. أي. واضح. أي. انه في الدول الغربيه حصل تطور كبير جدا لما يسمى بحقوق الانسان. نعم. ودي مضمنه في دساتير الدول، مضمنه في المعاهدات، مضمنه في المواثيق. الان حزمه الحقوق اصبحت هي واحده من العوامل اللي بتجمع كل البشر في العالم.
عشان كده كان في الإعلام الإعلان العالمي عن حقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 اللي منها بعد كده كل دساتير الدول المنضمة للأمم المتحدة هذا الإعلان العالمي موجود. لما نرجع لدساتير الدول مثلا دستور السودان من 1952 لحد الليلة باب حقوق الإنسان يظل موجود لكن بصورة أوضح طبعا في الدستور الحالي اللي هو 2005 اللي هو الدستور بعد اتفاقية نيفاشا واتفاق القاهرة. الدفاع عن حقوق الإنسان القانون الدولي لحقوق الإنسان مر بمراحل عديدة في تاريخ البشرية. البشرية يعني مرت بمرحلة بيسموها مرحلة الآلام اللي لما كان ما في قانون ما في محاسبة ما في يعني حياة الغابة يعني تماما ما في حاجة اللي هسه بيسموها سيادة حكم القانون. بالتدرج لحد ما وصلوا انه في بداية الثمانينات او في السبعينات احنا لما خشينا جامعة الخرطوم كان في سؤال في كلية القانون اول سؤال هل القانون الدولي يعتبر قانون؟ ليه؟ لانه القانون عشان يكون قانون لازم يكون عنده آلية الإنفاذ. فالقانون الدولي استمر لفترة طويلة هو قانون موجود في الورق لكن ما مطبق على ما مطبق زي كلامك اللي هو ده كان طيب سؤال. كلمنا عن جائزة سخاروف. جائزة سخاروف هي جائزة يعني تقرر منحة لنشطاء حقوق أو مدافع حقوق الإنسان في العالم لتخليد ذكرى العالم السوفيتي المنشق من الاتحاد السوفيتي السابق أندريه سخاروف عالم الذرة. ودي يعني ناضل من أجل الحقوق في الاتحاد السوفيتي السابق مع أنه هو منتمي يعني عالم بتاع علوم تطبيقية عالم ذرة لمن دافع عن حرية الرأي حرية الضمير وتمت محاكمته طبعا في الاتحاد السوفيتي السابق. تقرر من البرلمان الأوروبي تخليد ذكرى هذا عبر هذه الجائزة. هل بتعتبر نفسك انك انت بيسموها جائزة سخاروف لحرية الفكر هل بتعتبر نفسك انك انت حتكون اخر سوداني ياخذ الجائزة دي ولا شايف انه في كثير من القانونيين والنشطاء والمدافعين حقوق الانسان ممكن يقوموا ياخذوا الجائزة دي جدا؟ طبعا يعني انا يشرفني و أرى في الأفق يعني أنه في مدافع حقوق إنسان في السودان كثيرين جدا وبالمناسبة هذه 8 جوائز أنا لما أخذها كنت دائما بأخذها نيابة عن آلاف مدافع حقوق الإنسان في السودان اللي الناس ما بيعرفوهم ولا بيشوفوهم ولما أمشي بقول أنا بستلم هذه الجائزة نيابة عن هؤلاء المناضلين اللي انتم ما شايفينهم. طيب نرجع للقانون ولمهنة المحاماة. الكثير من الناس بيقول لك يا اخي المحامي ده الشخصية اللي بتتمنى لك المشاكل. يعني المحامين اصبحوا الى حد كبير جدا بيقول لك يا اخي ما في محامي انت بتمشي له بيقول لك قضيتك دي خسرانة. فبقى في فكرة زي دي بالمحامي. هل بتفتكر انه احنا المحامين محتاجين نغير الفكره دي؟ هل بتفتكر انه في جاب كده في الفهم بين الناس العاديين وبين المحامين ورجال القانون؟ طبعا ده سؤال مهم للغايه. مهنه المحاماه زي المهن الاخرى اللي عندها نقابات مهنه الطب طبعا مهن العسل بيقدموا خدمه للمواطنين وهذه المهن عادة عندها يعني مواثيق بتاع شرف. مهنة المحاماة أيضا عندها يعني ميثاق شرف وقانون. من المهم الالتزام بهذه المواثيق لأنها بيسموها مواثيق أخلاقية عشان تضبط يعني تصرفات خصوصا أن هم يعني الفئة اللي بتدافع عن حقوق الدافع. الناس يعني ولكن المحامين ايضا بشر طبعا ومع ظروف الحياه طبعا اللي انت شايفها بالتعقيدات المختلفه من الممكن ان تكون هناك في يعني مجموعه او يعني اشخاص غير ملتزمين واي فئه فيها الصالح واي فئه لكن
ده لا يعني انه المهنه كلها، انه كل هؤلاء الناس بتنطبق عليهم هذه الصفه يعني. وبالتالي يعني على الرغم من ده تظل مهنه المحاماه هي الاكثر انضباط، لانه فيها يعني مؤسسات بتاع محاسبه، اذا كان الموثقين والضمير الضمير الانساني قبل الإنساني. احنا عندنا فاصل، الجرس ده بتاع الفاصل، نطلع فاصل ونرجع نواصل معك. نعم. أستاذ المشاهدين أهلا بكم من جديد. معنا أستاذ صالح محمود المحامي المعروف. أستاذ صالح، أنت نلت جوائز زي ما قلنا في مجال حقوق الإنسان، يمكن من 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 أكبر الأعداد والأرقام بتاعت الجوائز في هذا المجال. ليه إحنا لا نحتفي بمثل هذه الجوائز؟ ليه ما بنحتفي بالناس اللي بينالوا هذه الجوائز زي ما بيحصل في بلدان كثيرة؟ والله طبعا السؤال ده كان مطروح من الناس المحيطين بي، الأقرب لي أنا شخصيا، ومتابعين وعارفين أنه أنا تحصلت على هذه الجوائز. المؤسف طبعا انه اجهزه الاعلام، انا اول مره طبعا اقول لك انه جايز قناتكم دي، القناه الثانيه بعد قناه ام درمان، نعم، تتاح لي فرصه انه انا يعني الاقي الجمهور يعني. لكن في المساحه دي خليني احيي الصحفيين. نعم. انا كنت عضو في البرلمان الانتقالي من 2005 ل 2010، أكن باحترام عالي لكل الصحفيين السودانيين اللي يعني توثقت العلاقة بيني وبينهم. نعم. لدرجات بعيدة، ففي فترات مختلفة كانوا بيشيروا لهذه الجوائز. نعم. ربما الجانب الرسمي في السؤال ده أنه ليه يعني ما تم الاحتفاء في تلفزيون جمهورية السودان أو الإذاعة السودانية، ربما لانه الكثير من معارض الناس أنا مصنف باعتباري مثلا انا عضو اللجنه المركزيه للحزب الشيوعي السوداني، عضو المكتب السياسي، مسؤول العلاقات الخارجيه. لكن مجال حقوق الانسان ده يعني ما فيه معارض وموالي، يعني لانه هو في النهايه يعني حقوق الانسان دي كل اشكرك على هذا الفهم. انا كنت اتمنى انه ده يكون الفهم المتاح لأجهزة الإعلام القومية. نعم. مهما اختلفنا نحن، أنا أفتكر أنه تلفزيون جمهورية السودان تلفزيون الشعب السوداني، وأنا فردي من الشعب السوداني. نعم. كنت أتمنى لو تم مش الاحتفاء فقط، أنه أنا أتكلم أنه تسليط الضوء على هذه الجوائز، أنه برضو نحن يعني سودانيين أعتقد أنه عندنا يعني قدرات وإمكانيات نافسنا بها، لانه الجوائز دي انا لما تحصلت عليها مش ادوني ليها طوالي مباشره طبعا، تمت عن طريق منافسات دراسه وبحث منافسات كانت يعني صعبه للغايه. صعبه للغايه. انا لو حكيت لك البروسيس، الطريقه اللي انا بيحصل على الجوائز دي، لانه بيكون في مئات الاشخاص أكيد. المرشحين لحد ما يجوا للشورت ليست بتاع سخروف مثلا. يعني المنافسه كانت حاده جدا. انا كنت في جامعه في تورونتو، في 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 جامعه كنديه هناك، اتصلوا علي انه وصلنا ثلاثه اشخاص. نعم. الصحفيه الروسيه انا بلاس كوفا اللي
اختلت في الشيشان. نعم. وفي الصينيين وصلنا لاخر مرحلتين اضطروا انه يجيبوا شهود من مختلف انحاء العالم. نعم. عشان ما يستجوبون في البرلمان الاوروبي. نعم. وفي النهايه اتحصلنا على اصوات لاول مره انا اقول يعني لانه كانت دي حاجه سريه لكن اتحصلت انا على اعلى الاصوات الصحفيه الروسيه اتحصلت على 7 اصوات. نعم. الصينيه اتحصلت على 3. نعم. اعتقد انا اتحصلت على 27 صوت. نعم. في النهايه قاموا المناصرين للصحفيه الروسيه ادوني اصواتهم. نعم. والصينيين قاموا قالوا اذا الروس ادوا صالح محمود الاصوات 7 نحن نديهم. نعم. الاصوات 3. ما في ناس قالوا انك انت بتستحق الجائزه. ده السبب اللي خلاني انه انا اتحصلت على هذه الجائزه بالاجماع. نعم. وادوني لي براي طبعا في الفتره دي لانه كانوا بيدوا الجائزه دي لشخصيات مع بعض او منظمات. نعم. مع بعض 4 5 منظمات مع بعض. نعم. لاول مره يدوا الجائزه لشخص واحد اللي هو صالح محمود. السوداني. نعم. الافريقي. نعم. في ناس نيلسون مانديلا اخذها بالاشتراك مع الاخرين. نعم. في ناس قال بيقولوا انك انت ما بتستحق الجائزه. سمعت الكلام ده في السودان؟ يعني في ناس بدل الاحتفاء بيحاولوا يحبطوا. في بيقولوا ليه يعني صالح محمود وهو شوي بياخذ جوائز من الدول الغربية الرأسمال الغربي. ده كان السؤال. وده بالعكس ده بوري انه نزاهة جائزة. نعم. طيب صالح عندنا فقرة اسمها مع او ضد نشوف رأيك فيها. هي اسئلة سريعة. تمام. الحب لا يصنع الابطال. مع او ضد؟ الحب يصنع الابطال. نعم. نعم. المرأة في القيادة افضل من الرجال. ليست افضل من الرجال لكن هي ممكن تكون زي الرجال. نعم. كل الرجال يخافون من زوجاتهم ما عدا الغليلين جدا اللي يعني نادرين يعني وما بيعلنوا. احنا بيقولوا بقول لك الراجل اللي بيخاف من مرته ما راجل. لا بيخافوا طبعا اصلا 100%. وانت من يا تو؟ انا ذاتي بخاف من مرتي. كده تأكد انك تستحق الجائزه لانه دي شجاعه بالمناسبه. في العام 2020 سيكون السودان في مقدمه العالم في العلوم. لا اتفق مع هذا الراي. لا اتفق؟ نو. طيب بما انه احنا بنتكلم عن النسوان اللي بخافوا الرجال بخافوا من نسوانهم عندنا شخصيه اسمها حلوم. ايوه. حلوم هي شخصيه يعني بتوصل وجهة نظر النسوان للرجال. شوف حلوم دي تمام. قالت آسف أنا مرتبط الجملة المستحيل يقول الراجل السوداني حتى لو متزوج 4. ما في كل الأحيان. شايف في إجابات دبلوماسية كده. لا ما صحيح. ما صحيح. في ناس بيقولوا. في ناس بيقولوا. أيوه. أيوه. لكن الغالبية. الغالبية لا. الغالبيه ما بقوله. طيب ليه هل ده يعني ده هل انانيه من الرجال؟ ده انانيه طبعا لانه نحن نحن برودكت بتاع مجتمع يعني ثقافتنا كده. نعم. انه الزول بيتباهى بانه يعني يعني الزواج برا في زمن السلاطين ورجال الدين عندهم عشرات. طيب هل انت ما شاء الله بتنشن على الجوائز بتجيبها، هل قدرتك على التنشين في كل الحاجات ولا؟ والله انا احمد الله. طيب نكتشف الحاجه دي. تفضل معايا يا استاذ صالح. اوكي. ممكن تفضل هنا؟ لا اوكي. هنا. هنا؟ ايوه. اتجه وين؟ احنا شنو العالق في ذهنك من جبل مرة؟ الذكريات الجميلة. الذكريات الجميلة طبعا قريتنا. نعم. تيبون. نعم. في وادي باري اللي هو سفح جبل مرة اللي ماشي على اتجاه. نعم. ميلو كبكابية ولا حد. نعم. نعم. طيب تفضل احنا نشوف ال طيب انت ممكن تمسكها كده عشان تبقى لك اسهل كده. كده
كده عشان تبقى لك اسهل وبعدك يلا هناك في الدائره دي نشوف على حسب الارقام. انا تعال قريب شويه مش كده؟ انا اشيل ولا بس نايم؟ لا طوالي نشيل. ايوه 15 يس. طيب طوالي هاي طوالي ما شاء الله بتنشن. اوعى يكون عينك زايغه يا نو نو والله والله. طيب احنا طبعا بيكون الهدف الدائره الصغيره دي قدر ما تحاول انك انت تقوم تنشن عليها. لا ما مشكله خالص. طيب عندك 13 و18 31 و6 37 و15 52 و17 9 و60 وفي واحده جلت يعني حنديك نسبه بتاعت 50% 50% 50% اوكي. بتنشن على الجوائز بس يا استاذ صالح صح؟ تفضل. تمام. طيب احنا بما انك انت ما مريت في ال 50% دي احنا كنا متخيلين انك تجيب 70% اوكي. حنقوم نديك سؤال صعب صعب جدا. طيب طيب 200 ما بتدافع عن المتهم؟ انا طبعا مطالب انه يا تلوم المتهمين انت ما بتدافع عنهم. المتهمين منتهكي حقوق الانسان والمتورطين في الجرائم الشنيعه الدوليه. اي لكن ده ما انت حكمت عليه قبل ما القضاء يحكم عليه. قبل ما انا احكم ما بقابل انا. اي فانا من حقي ادافع ومن حقي اقول لا اعتذر. اي لكن ده ما معناه انه ما حيلقى محامي. أيه. حيلقى محامي لكن ده ما احكام مسبقه انت ما اصدرت حكم مسبق. انا بشوف من خلال السرد نعم. انه هل ضمير بسمح مرتاح لانك ما بكون مرتاح. طيب عندنا حاجه اسمها كلمه غطايتها تمام سريعا. ابتعد عن ظلم الناس ساعتزل المحاماه عندما عندما احس انه يعني ما عدت يعني اتابع القانون التطورات القانونيه بشكل يعني مجدي. يعني ساتزوج للمره الثانيه عندما ارجع لجبل مره هناك واهلي يصروا كما يظلوا يصروا بيقول لي تعالوا اقعد في الحله هناك. نعم. في الحاله دي انا بشاور الدكتوره سلوى ونمشي وهي ذاتها تتقدم لي عشان نلقى واحده ثانيه. انت طبعا لو الاجابه دي معتمد انه نشيلها في المونتاج احنا ما نشيلها في المونتاج خلاص ما تشيلوها. هل بيفتكر لها هي ممكن تقبل؟ ممكن اذا انا مع محامي ممكن اقنعها. تقنعها؟ طيب ما شاء الله. طيب ساخرج في مظاهرات عندما لا تستجيب الحكومة لنداءة الشعب السوداني يعني في رفع الظلم و يعني التضييق عليهم في معيشتهم. أنا حطلع نعم. مع الناس. نعم أستاذ صالح احنا سعيدين جدا والله بـ بـ بمعرفتك وبشوفتك وانت من الأشخاص المفروض احنا نحتفي بهم مش احنا كبرنامج الإعلام كله المفروض يحتفي به قيمة وقامة. احنا عندنا يعني هدية متواضعة بس لتشريفك لنا يا خالد الوزير يعني ان شاء الله تنال الرضا والقبول يعني هذه جائزة عظيمة انا اعتز بها يعني والله يعني احنا شكرا جزيلا لك. شكرا يا خالد يعطيك العافية. انا خدت لك الهدايا. شكرا يعطيك العافية الله يبارك فيك. تحية الناس. We'll be right back.
في واحد فيكم هنا انا رتبت معه حاجه؟ اتفقت معه ولا حاجه؟ ولا كلكم اليوم اول مره اشوفكم؟ اول مره؟ اول مره اشوفكم؟ لا لقيتني المره اللي فاتت، لكن انا قصدي انه ما اتفقت مع واحد فيكم انه نطلع نمثل على الناس بحاجه، صح؟ طيب واحده منكم تطلع لي هنا؟ اسمك منو؟ نجلاء. تحيه كبيره لنجلاء، تفضلي معي. اليوم اول مره احنا نتقابل، صح؟ طيب اقف هنا، عندك كيس على اليمين وكيس على الشمال، حتختار اي واحد فيهم؟ اليمين. حتختار الكيس على اليمين ده يعني، صح؟ حابه انه نستخدمه ولا نتخلص منه؟ نستخدمه. نستخدمه. انت قلتي انه نستخدم الكيس ده، صح؟ نستخدمه. استخدمناه. لو كنت قايله انه نستخدم الكيس ده، لو كنت قايله كنت حتوديني في 60 داهيه. عارفه ليه؟ ليه؟ لانه الكيس ده كان حيطلع فيه قزاز. شكرا لك، تفضلي. قرارك طبعا ناجح. لو كنت مختار الكيس الثاني يدي كانت راحت، صح؟ طيب قعدت كلكم بتلعبوا كوتشينه وعارفين فيها، صح؟ عندنا كوتشينه قاعده هنا من البدايه، تمام؟ واحد من هنا يختار لي صوره ولا رقم؟ اخترت شنو؟ أربعة. تختاروا كرت أربعة، صح؟ أربعة. شنو عندكم؟ شيريا، هارت، أثبتوا على حاجة واحدة. أربعة ديناري، كلكم متفقين عليها أكيد، ما حد غيروها. طيب أجي هنا للكلوزب عشان أشوف الناس تشوف. اخترت شنو؟ أربعة ديناري، صح؟ قرب هنا، شايفين؟ طيب خلاص؟ أربعة ديناري. في كرت هنا أنا قالبه من البيت من قبل ما أجيكم هنا، ومن قبل ما أختار أي واحد فيكم كنت في البيت، جاني إحساس قلبت لي كرت واحد في المجموعة. واحد يجي يشوف الكرت المقلوب ما أنا حقلبه. رأيكم شنو يكون إنه أربعة ديناري؟ أقلبه شوفوا، خلي الناس تشوفوا، وريه الكاميرا، خلي الناس تعرضوا هنا. أربعة ديناري. كان حيحصل شنو لو اخترت ورقة ثانية مثلا؟ كان حيحصل شنو؟ أربعة ديناري طلعت مقلوبة في المجموعة. طيب حبل، هنجعل الحبل هنا. في واحد بيعرف يقطع بالمشرط؟ شنو حيقطع معي؟ هاي تعالي هنا، تعال تعال رح يا توتي، توتي رح، ما مشكلة. لا امسك كويس، انتبه كويس، ها حاضر، ما يجرحك كل حاجة. طيب عندك الحبل هنا، امسك هنا اقطع. لا لا ايوه ايوه. طيب انت عملت شنو كده؟ عندي حبلين، لكن انت عارف غلطت غلطة، انت الحبل في حبل قصير وحبل طويل، احنا محتاجين حبل جديد. ها عندك حبل؟ اقول لك حاجة، خلي احنا نبدا من البداية، ما مشكلة، عرفته؟ نبدا من البداية، نعيده خلاص. اقول لك حاجة، اقول انا اقول لك حاجة، عايزك تمسك السنتر، افتح يدينك، حتمسكك السنتر، انت حتقصه بيدك، افتح يدك، لا افتح يدك، ما حيحصل لك حاجة، قفل. اوكي امسكه، تمام. السنتر دي انت حتقطعه، انا عندي النهايتين، يلا اقطع السنتر، اقطعه. ايوه لا لا فكه، ايوه لا ما انت قطعته خلاص، عرفته؟ قطعته.
تعال تعال لسه تعال 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 ما سيبك عندنا قطعتين صح؟ ثاني رجع حبل واحد عرفته؟ رجع حبل واحد تعال تعال شوف شوف انا المره دي انت لازم تمسك السنتر تقطع بيدك يلا جيبها من جديد او قطعت عرفت كيف؟ لما دي تفكت ثاني الحبل بيرجع سليم تعال تعال لسه ما خلصنا ما خلصنا ما خلصنا ما خلصنا جيب المشرط من جديد جيب المشرط جيب المشرط جيب المشرط من جديد اقطع تبي يدي بالراحة ايوه ايوه اقوى بس اوه ثاني رجعنا لمشكلة المشكلة الأولى عرفتها ثاني نرجع ما مشكلة عرفتها احنا كل مرة نرجع خلاص برافو عليك والله يعني رجعت الحبل وقطعته وعملت اي حاجه انت هسي هطلع معي شخصيه مشهوره يعني تحيه كبيره لمازن تفضل معي تعال مازن اقف معي هنا ايوه بس شوف شايف البورد اللي قدامك ذاك لونه شنو؟ فوق يعني ولا لا لا البورد اللي قدامك أبيض. الكبير ده لونه ابيض صح؟ عايزك ترجع بذاكرتك لورا ترجع بذاكرتك تتخيل معي انه صديق الطفوله بتاعك جه خش معك هنا بس ما توريني اللي هو انه تخيل انه خش معك هنا وقاعد معانا هنا صديق الطفوله بتاعك ايوه طبعا كان من زمان بتعرفه انت كده صح تخيلوا قاعد هناك شايف تخيل بس وشه وجنبه الاسم بتاعه تخيلته تخيل كويس خلينا اشوف عيونك ايوه لا لا شوف شوف ركز معي ركز توترك ده ما حيودي النتيجة ركز معي لسه ما تقول الاسم تمام حوري الاسم للناس هنا طيب وللناس في البيت برضو يشوفوا الاسم اوكي طيب لاول مره قول الاسم رامي رامي لسه 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 شوي خليك معي خليك معي خليك معي خليك معي لحظه خليك معي لسه لسه ما خلصنا ما خلصنا تخيل انه صديق الطفوله بتاعك ده اللي تخيلته هناك كانه جاك هنا حجيبه ولا شنو لا ما حيجي ما حيجي لا ما حيجي انت تخيل انه جاي تخيل بس ببالك ما ممكن طبعا يجي والله بالعمل بالكلام ده لو لو جاء خشي من الباب هنا رايك شنو هذا وزير ولا شنو شوف شوف كانه جاك صديق الطفوله جاك هنا وقف جنبك جا سالك يا مازن انت بس اسكت خليك ساكت ما تقول حاجه سالك يا مازن رقمك المفضل شنو؟ انت جيت قلت له في اذانه الرقم تمام؟ يتخيل بس المنظر ده تخيلته قاعد تتخيل فيه؟ خليك ساكت أول مرة أقول لي رقمك المفضل؟ أقوله قوله بصوت عالي 14 لسه خليك تعال 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 لسه تعال خليك تعال تعال معي قف هنا لسه ما خلصنا ورقة فاضية؟ أوكي؟ ورقة فاضية ورقة فاضية يا جماعة أوكي؟ ورقة فاضية شوفوا عشر هو رقمك اوكي انا استاذن بعد
خلاص صديق الطفوله مشى، خلاص رقمك مشى. طيب كمان حجرب مع الجمهور كمان عشان يمكن الجمهور ما مقتنع بحاجه، حنجرب مع الجمهور. عندنا بطاقات هنا عليها كلمات مختلفة. امبريلا. اوكي. امبريلا هنا، هنا شنو؟ ايس نايف. الكاميرا شايفة. فيش. يلو. ريد. يعني شنو كلمات كلها مختلفة. أي واحد عايز يجرب إنه أنا أحاول أعرف حاجة من مخه يطلع معي هنا. منو ده؟ استدعيوه برافجيك. زول كرتي ولا اسمه؟ سوق كرتي. تفضل معي يلا. سوق كرتي ولا اسمه؟ تحية كبيرة. طيب ما أعرف يمكن تنجح يمكن ما تنجح، ها؟ إن شاء الله ما تنجح. أنا أجرب بس. شفتوا الكلمات في البداية مختلفة صح؟ خذ صباعك عليه ورقة. أي ورقة. طبعا شوف الاسم ما واضح من فوق صح؟ عشان ما الناس ما حابب تغيره ولا لا؟ لا. طيب شيله. احفظ الاسم الفئه انا ما اشوفه. شوف حفظت الاسم الفئه. اوكي. طيب خلاص خذ البطاقه في جيبك ما اعرف انا. طيب تخيل معي المكان اللي انتم شفته، تخيلوا بس كانه قاعد هنا. هو عباره عن حاجه ملموسه؟ لا حاجه ملموسه تقريبا. حاجه ملموسه، حاجه كبيره. حاجه كبيره. ايوه حاجه كبيره. طيب تخيل انك انت الحاجه دي انت هسه قاعد تستخدم، قاعد تستخدمها قدامك، تخيلتها؟ او انك شنو مشيت ليها وشلتها ولا اي حاجه. اوكي اوكي. هو محل الناس بيحتاجوه دائما صح؟ بيحتاجوه. واحنا المفروض هنا في السودان يعني المحلات دي تكون متوفره كثير صح؟ لكن احنا للاسف في المحلات دي في المحلات دي طبعا المتوفره عندنا دي ما متوفره كثير، او عندنا تقول سيئه سيئه شويه. أيوه. اللي هي هوسبيتال مستشفى صح. طيب نطلعها نتاكد منها. هوسبيتال. انت تخيلت عليه صح صح مش كده ولا ما غيرت رايك؟ صح. هي هوسبيتال زي ما انت تخيلتها. واحد حاب يجرب ثاني؟ واحد ما مقتنع؟ اقتنعت كويس؟ طيب دي حركات بس نعم الحمد لله والله. كيف انت؟ دي حركات بس بتاع خفه يد يعني. في هنا زي رينج او حلقه وهنا حبل. اوكي نهايه الحبل هنا وده المنتصف صح؟ شوفوا واحد اثنين ثلاثه تقبه مربوطه بجوا صح؟ مرة ثانية مرة ثانية مرة ثانية. هحاول أعمل هنا. شنو؟ ربطة صح؟ وأشيل الحلقة وأخليها في النص. طبعاً واضح إنه الرينج بعيد من الربطة صح؟ شايفين؟ هنسوي الرينج بقى بجوا الربطة. فكرة خلينا نشوفها انها مربوطه انه الرينج يتحول جوا النط صح؟ فكها كمان فكها. هاي فكها عديل. طيب دي خلصنا. محتاجين الطربيزه دي. تيجي معي اسمك من اول؟ محمد نور. محمد نور. طيب محمد نور هنا في ظرف تمام؟ فيه حاجة، خليه جوا، أنت بس ما حتشوفه. طبعاً ده خطر، شوف. دي كوتشينة، أوكي؟ تعرف الكوتشينة صح؟ طيب، عايزك تقطع المجموعة كده وتقفل عليها بالطريقة دي. بس خليه في البداية نديها شفل. يلا، أقطع وشيل الجزء الثاني فوق. شيل ده كله. ايوه خدته فوق قفل. اوكي حابب تقطع ثاني ولا خلاص؟ والله ممكن واحد اقطع ثاني زي ما انت عايز. شيل ده كله خلاص.
شوف وزع هنا الورق من الشمال لليمين. من الشمال لليمين. ايوه واحد اثنين ثلاثة أربعة، لا جنب بعض. امشي امشي استمر امشي. صف جديد صف جديد. نزل 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 كمان. خذ المجموعة هنا، شيل أي ورقة خذها في جيبك بدون ما تشوفها، لا أنا أشوفها لا أنت تشوفها. بدون ما أشوفها؟ بس شوف الكاميرا هنا ما تجي ولا حاجة. شيل ورقة، أي ورقة بس خذها في جيبك. انتبه ما أيوه خذها في جيبك طوالي. أقلب باقي الكروش شوف إنها مختلفة عشان ما تقول إنه في حاجة مكررة. ترى أوكي؟ مختلفة. كلها مختلفة. شوف دير انه مختلفات يعني؟ اي اتاكد لي انه مختلفات. ما في حاجه متشابهه. انت المجموعه دي انت ما عارف الورقه شنو؟ ما عارف الورقه. طيب خليهم هنا، وزع دل هنا ثاني، صف جديد. بس في البدايه اقطعهم ثاني، اولا انا اديهم قطع ما مشكله. وزع ثاني هنا، واحد اثنين ثلاثة ايوه، ثاني صف جديد. خلاص خذ باقي المجموعة، شيل أي واحدة خذها في جيب ثاني بدون ما تشوفها. بدون ما تشوفها خذها في جيب ثاني. افتح باقي المجموعات برضه شوفها كلها مختلفة. في حاجة مشابهة ولا كله مختلف؟ كله مختلف. طيب كان في ظرف مخطوط في البداية ايوه، خليه انت اخترت ورقة عشوائية. افتح دي لك، خلي خلي الناس يشوفوا دي. افتح مختلفة. طيب عندك كرتين هسي، اختار لي واحدة منهم. في واحدة خطيتها في الجيب ده الأولى، وين خطيتها؟ طيب اختار لي واحدة فيهم، دي ولا دي؟ ما طلع حاجة بس اختار. بالشمال. اللي بالشمال عايزة بالشمال، يعني باليمين دي ما عايزة اطلعها برا خلاص. اوكي ما اشوفها. في واحده انت بالشمال اخترتها، شلت ورقتين واخترتها اللي بالشمال. انت اللي اخترتها. انا ما اعرف، وده انا جايبه معي من البيت. صح؟ شفت المجموعات كلها؟ طيب. اجيب هنا عشان الناس تشوف. ورقه انا كاتب فيها كلام. من الورق ده كله ورقة عشوائية واحدة، كاتب هنا مجموعة كده من الكلام. شلت الورق اللي عايزها، كيف هنا؟ في برنامج حضرات السادة المشاهدين سيخرج شخص من المشاهدين، صح؟ اللي هو أنت، ويوزع الورق زي ما أنت وزعته، ويختار ورقة يضعها في جيبه، صح؟ هذه الورقة ستكون 8 أسود. الكلام ده صح؟ استاذ خالد اجرب معك حاجه هنا سريعه. استاذ خالد ولا خالد اقول؟ تفضل معي هنا. تفضل. لا تعلقني فوق ولا لا؟ لا ما اعلقك، حاجات خفيفه كده وحتعجبك. اه طيب جد. ايوه التفت على الناس كده. التفت على الناس. ما عليك. دي 8 الاسود بتاعتك. لكن احنا انت المفروض كان ربطناك بيكون احسن. كان نشوف لكن الحبل بيكفيك. نربطك بس. ربطه؟ شمشون ذاك. استاذ خالد شوف. منديل ركز معي. نعم. اوكي؟ ركز معي. المنديل أيوة. خليك بس مركز في المنديل. شوف واحد اثنين ثلاثة، وين المنديل؟ امسكه بسرعة بس امسكه بيدك. وين المنديل؟ هنا. هنا اكيد؟ لا لا المنديل هنا، عرفته؟ اها حنعيدها ثاني حنعيدها. انت خليك مركز معي كويس تمام؟ طيب يد. واحد اثنين ثلاثة، وين المنديل؟ بس سريع امسكه امسكه بيدك. لا لا المنديل هنا، انت كل مرة قاعد تلخبط. طيب. مرة اخر مرة اخر مرة طيب. اوكي؟ شوف واحد اثنين ثلاثة، يلا منديل وين؟ واحد واحد ركز ركز وين؟ هنا هنا اكيد؟ لا لا وين معنا؟ هنا هنا. لا لا ركز من جديد. شوف المنديل راح خلاص. مره ثانيه مره ثانيه شوف.
ركز ركز ركز. شوف 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 المنديل، المنديل الثاني. ركز ركز. واحد اثنين ثلاثة، وين المنديل؟ سريع امسك بيده. هنا اكيد ما في. لا لا لا، مرة ثانية مرة ثانية. خليك مركز معي، خليك مركز معي. شوف 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 شوف. واحد اثنين ثلاثة، وين المنديل؟ واضحة واضحة هنا. لا لا، انت كل مرة قاعد تلخبط. عرفتها مرة ثانية مرة ثانية. واحد اثنين ثلاثة، وين المنديل؟ سريع سريع. لا لا ما في منديل كله. مرة ثانية مرة ثانية مرة ثانية. انت شوف شوف المنديل كله. يمكن هنا انت مفتكره خشة هنا ولا؟ والله ما معروف الظروف ما معروف. اها واحد نجرب الكوباية كله. الكوباية كلها حتشوفها حتى كلها تاكل الكوباية. اها مرة ثانية مرة ثانية. شوف واضح. وين المنديل؟ هنا. لا لا المنديل هنا. مرة وين المنديل؟ هنا. لا لا ما في منديل خلاص. يلا طيب تعال يا ابو. خلاص خلاص ما في حاجه. لا لا طيب احنا دايرين نقول، دايرين نقول حاجه بس يا عبد الرحمن عشان الناس تكون. احنا المره فاتت لما جاء عبد الرحمن احنا قدمناه على انه هو موهبه خفه اليد. لقينا من التعليقات طبعا احنا الشتيمه اللي شتمناها الموسم اللي فات لا تحصى. الموضوع ده يعني زي ما بقول هو تكلمنا فيه يعني تجاوزناه. لكن في تعليقات احنا لما كان العرض بتاع عبد الرحمن نزل يوتيوب، ناس بيقول لك يا اخي ديل هنا وده السحر وده عبد الشيطان وبتاع. يا اخواننا الموضوع عباره عن خفه يد. انا داير اكد المساله، الموضوع ده عباره عن خفه يد، لا سحر لا عبد الشيطان لا الكلام اللي هنا. تفضل. طيب يا جماعه انا الموهبه دي كان بديتها قبل 5 سنوات وبديت بتمرن 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 عليها لحد ما وصلت للمرحله انا فيها هسي. في ناس كثير لما يجوا يشوفوني لا انت بتتعامل مع الشياطين وانت عندك جن وعندك شنو؟ ما عندي حاجه زي دي. حتى جاني واحد مره انا شغال في عرض وفي في في جامعه، كان جاني واحد بعد العرض قال لي شنو؟ قال لي انت الحاجات اللي بتعملها دي شنو؟ انت الحاجات اللي بتعملها دي شنو؟ قلت له دي خفه يد. قام قال لي شنو؟ قال لي والله تصدق هاي صح يا اخي خفه يد. ليه طيب؟ قال لي والله انا قريت ايه الكرسي لقيت ما في حاجه حصلت. قلت له طبعا ما في حاجه حتحصل، حيحصل شنو مثلا؟ لا قال لي لما قريت ايه الكرسي خلاص اتاكدت انه ما في حاجه. فانا دائما بحب اكد للناس انه الحاجه اللي انا عملتها دي ده فن او موهبه الواحد بيكتسبها بالممارسه بالتمرين. يعني احنا بندمج علوم مختلفه في الفن ده، ندمج كيمياء فيزياء علوم نفس رياضيات، من شكل العلوم دي كلها مع بعض عشان نقدر نطلع بحاجه مستحيله للمشاهد، عشان نقدر نبهر المشاهد وندخله في حاله بتاعه غموض يقعد يفكر كيف حصلت الحاجه دي. لكن هي في النهايه موهبه يعني، ودي الحاجه انا نفسي يعني هنا في بلدنا الناس تكون عارفه انه دي موهبه. لا كريس انجل ولا ديفيد بلين ولا اي واحد من الشهر السحره العالمين ديل بيتعامل مع الجن، ما في. دي موهبه الواحد بيكتسبها. كريس انجل له سنين كثير يمكن 20 سنه في المجال ده، انا لسه يعني اعتبر مبتدئ لي 5 سنوات بس. شفتوها دي يعني لسه حاجات ممكن طيب تطور لاكثر. الفكره بس تكون واضحه. احنا قبل ما نختم انا عندي لك سؤال. اتمنى انه يعني وخلي الناس كلها حتكون بتسار. وين المنديل يا اصلا؟ المنديل بيوري لك المشاهدين والناس بعد. يلا تحيه لعبد الرحمن خليفه. شكرا شديد يا عبد الرحمن، العفو نورتنا شديد.